من بيروت تنضم إلينا ماري سالم المحلل المالية في الشرق للأخبار. صباح الخير ماري، كل عام بخير. يعني اليوم كيف نقرأ بداية التداولات في أسواق الإمارات؟ صباح الخير محمد، وكل عام وانتم بخير. تداولات صباح اليوم باسواق الامارات مثل ما انت ذكرت في تباين جدا واضح يعني بين اداء السوق بدبي والسوق بابو ظبي، ولكن الملفت هي احجام التداول. يعني بعدنا بسوق دبي المالي عم نشهد احجام تداول ضعيفه، رغم انه عم بيكون في ايجابيه على بعض الاسهم مثل اسهم القطاع العقاري، اسهم البنوك، قطاع البنوك. يعني في عندنا نتائج متراقبين المستثمرين انها هي تصدر خلال هذا الاسبوع، وابرزها يمكن اميرتس ام بي دي وفاب. يعني بنلاقي المستثمرين بهذه الفترة أغلب تركيزهم عم بيكون على النتائج اللي بدها تصدر، عن توقعات شو ممكن تكون النتائج السنوية، يعني بياخذوها مثل جايدنس كيف بدها تكون الأداء السنوي بشكل عام. ولكن بالفترة الأخيرة كنا عم نشهد ترددات جدا قوية على أسعار النفط. يعني الأسبوع الماضي كنا عم نشوف ارتفاعات كانت قوية على أسعار النفط، وصل البرنت لـ86 دولار، حاليا عم نتداول على الـ80 دولار. هيدي التقلبات ممكن أن تخلق نوع من زعزعة بقلب الأسواق المالية، ولكن ليست ضغوط بيعية. يعني أنه الاتكال بشكل عام بالأسواق المالية بطل فقط على أسعار النفط. يعني صرنا عم نشهد من المستثمرين إقبال على قطاعات الطاقة، فبالتالي بتلاقي في هذه البالانس اللي أو التوازن يلي بنشوفه بقلب الأسواق. يعني ما عم بيكون في عنا ارتفاعات قوية ولا تراجعات قوية، عم نلاقي الأداء عم بيكون عرضي. هلا اليوم بحكم إنه بس الأسواق بالإمارات هي اللي عم تعمل، عم نلاقي أحجام تداول ضعيفة، وهي شغلة كانت متوقعة. يعني بيكون في عندك أنت مستثمرين خليجيين أو institutions مش موجودين بقلب الأسواق، حنلاقي هذه التراجعات بالأحجام. ولكن الواضح أن المستثمرين الفرديين اللي موجودين اليوم بقلب الأسواق متمسكين بأنه ممكن يكون في إيجابية بالفترة اللي جاية. يعني الأسبوع الماضي كنا عم نسمع تقارير عم تحكي عن توقعات بالنمو بالمملكة العربية السعودية، رغم أنه في عنا تخفيض بالإنتاج تبع النفط. فهيدا بس تنركز نحن أنه منه الاتكال فقط على النفط بهذه الفترة، بلشنا نطلع على القطاعات الحيوية الأخرى اللي موجودة، قطاعات التوريزم، كلها هيدي بلشت هلأ أنه تبرز أكثر بقلب الأسواق. المستثمرين يعني واضح أنه الترقب للفترة اللي جاية حيكون كتير أساسي، لأنه بعد التمركز بالمحافظ طبعا بعد ما صار كتير واضح. يعني اللي عم نشهده هو تداولات قصيرة المدى، تداولات بس لجن الأرباح بشكل سريع. ممكن يكون في بأماكن معينة بناء مراكز متوسطة المدى، ولكن بشكل جدا ضعيف. يعني منه هالشيء اللي كتير بارز حاليا بقلب الأسواق. ماري سالم من بيروت، محللة المالية للشرق، شكرا جزيلا لك دائما على كل هذه التحليلات التي ننتظرها أيضا.